فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن النسائي. أنتم ما فتحتم أو فتحتم ما أدري، المكسر الشاحن الايباد انتهى، سامحوني، فما ادري ماذا افعل. سنكون على المهم يكون هنا الان، الحمد لله انتم ترون ذلك. فانا شرحت النسائي اللي هو الحديث الاول. اوعوا تقولوا لي ان الحديث مش موجود. انا الحمد لله موجود وعملت له ايضا نشر. ام عمر، طيب سؤالك بعد الدرس ان شاء الله. ونقول في الباب الثاني، وهو باب السلام. نعم، باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. روى حديثا صحيحا، حديث وكيع عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عن زازان عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه، نعم، سياحين. صفه للملائكه، ساحة في الارض يسيح سياحه، يعني اذا ذهب وجاء، كالمال الجاري، الماء الجاري المنبسط. قال: يبلغونني او يبلغوني من امتي السلام، من باب التبليغ تعظيما لذلك. يقولون ان فلان يسلم عليك، ان فلانا يصلي عليك، وهذه نعمه من النعائم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منك انك تكثر من الصلاه عليه وتكثر من السلام عليه. هذا من اعظم ما يكون قرب لله جل في علاه، وهذه ايضا يسعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ان في امتي من يفعل ذلك. قال: يبلغوني السلام. وانظر الى عظم الامر، كيف ان الله وكل ملائكه من اجل ان يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم سلام أحد الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السلام والصلاة. وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف العلماء على وجوبه، والصحيح أنها واجبة ولو في العمر مرة، والشافعي قال واجبة، وواجبة في الصلاة أيضا كما قال الحنابلة في هذا الباب. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا صعد جبريل المنبر ثم قال أمين، ولما سألوه عن ذلك قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل أمين. قلت أمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني اصبر يا ام عمر، انا ساجيب السؤال بس انتهي رضي الله عنك. الفوائد المستنبطه من ذلك، نعم، الذكر او التشهد توقيفي، التشهد توقيفي، ذكر التشهد في الصلاه توقيفيه. فضل الصلاه والسلام على نبي الانام صلى الله عليه وسلم، ان الله سخر ملائكه لتوصيل ذلك. حفظكم ربي، الله لا يمكن مني احدا ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. واعوذ بالله من شماتة احد يعادي فيشمت في عصرة او في زلة. هات الموبايل اللي هو الايفون عشان النت. عظيم ربوبية الله جل في علاه في عظيم خلقه في الملائكة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.